تحية رياضية، ونبدأ نشرتنا بجوائز القارة السمراء، حيث توج المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وللعام الثاني على التوالي بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية BBC لأفضل لاعب كرة قدم إفريقي في 2018. وبات صلاح ثالث مصري بعد محمد بركات ومحمد أبو تريكة، وخامس عربي بعد الجزائريين ياسين إبراهيمي ورياض محرز، يفوز بالجائزة ليتفوق صلاح على زميله في ليفربول السنغالي ساديو مانيه، والمغربي مهدي بن عطية مدافع جوفنتوس الإيطالي، والسنغالي الآخر كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، والغاني توماس بارتي لاعب أتلتيكو مدريد. ويحتل صلاح حاليا صدارة هدافية الدوري الإنجليزي بعشرة أهداف بالتساوي مع الجابوني بيير إمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال، كما أحرز له 44 هدفا في الموسم الفائت، وساهم بتألقه الكبير في قيادة فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا. يشار أن محمد صلاح 26 عاما فاز خلال عام 2018 بجائزة ثالث أفضل لاعب في العالم بعد الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو، ليصبح أول مصري وعربي في التاريخ يصل للقائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم.